السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم في فيديو جديد عن المنحة التركية. كما ترون أحضرت لكم حقائبي معي، لأنني اليوم سوف أكلمكم عن الأمور التي تحتاجون لأخذها معكم أو تحضيرها وأخذها معكم من بلدانكم إلى تركيا حين الفوز بالمنحة التركية والذهاب للدراسة معها لأول مرة. بعد أول مرة تكون لديكم الخبرة الكافية لتحضير أنفسكم وما إلى ذلك، لكن هذا الفيديو مخصص لكل طالب سوف ينجح في المنحة وبعد ذلك يتساءل: ما الذي سأخذه معي؟ ما هي الأوراق التي سأخذها؟ ما هي الأشياء؟ الملابس؟ الجو؟ يعني كل طالب بعد النجاح يقع في هذا الموقف ويبدأ هذا التفكير، لذا أود أن أجيبكم عليه مسبقاً. في اللحظة التي تنجحون فيها في المنحة تعالوا شاهدوا هذا الفيديو، ضعوا قائمة الأشياء التي ستأخذونها وانطلقوا. أول وأهم أمر سوف نتحدث عنه اليوم هو جواز السفر. هذا الأمر يعني الأول الذي لا شك فيه، سواء كنت قدمت للمنحة التركية أو قدمت وقبلت للمقابلة، فمن الجيد أن يكون جواز سفرك معدا، لأنك في اللحظة التي تنال فيها القبول النهائي للمنحة التركية سوف يكون هناك أمامك الكثير للقيام به ولتحضيره، تحضير نفسك، أوراقك، أشياءك، يعني هناك عالم آخر، فلا يجب أن تنشغل في تلك الفترة باستخراج جواز السفر أيضا. انظروا ماذا أحضرت لكم معي. المهم، ثاني أهم شيء بعد جواز السفر هو الأوراق. الأوراق أهم من كل شيء، أهم حتى من ملابسك وأهم من أشيائك، لأنه كل شيء سوف تجده لاحقا في تركيا بسهولة ويمكن تعويضه، سوف أشرح لكم. لكن أوراقك هي جواز سفرك الثاني. أوراقك هي ما ستسجل به في الجامعة، هي ما ستكمل به إجراءات المنحة، هي ما سوف تفتح به حسابا في البنك، هي ما سوف تسجل به في الإقامة، هي. فأوراقك مهمة جدا. يمكنك وضع الأوراق في حافظة مثل هذه والاعتناء بها جيدا واصطحابها معك. طيب، ما هي الأوراق التي سوف نأخذها؟ شوفوا، المنحة لما ترسل لكم خطاب القبول تشرح لكم بالتحديد والتدقيق الأوراق التي يجب عليكم أولا استخراجها، والأوراق التي يجب عليكم مصادقتها، والأوراق التي يجب عليكم ترجمتها. لكن أنتم عند الذهاب إلى تركيا لا تأخذوا تلك الأوراق فقط، بل خذوا كل أوراقكم المهمة والمتعلقة بهويتكم، لأنكم سوف تبنون حياة جديدة في بلد جديد، وبالتالي خذوا كل الأوراق التي استخرجتموها وكل الأوراق التي ترجمتموها، واجعلوا دوما معكم نسخا إضافية في حالة استعمالها في تلك اللحظة. هذه الأمور تفيدكم دوما، يعني رسائل القبول، قبول الجامعة، الورقة التي فيها الشهادة التي تدل على مكان إقامتك، كل أوراقك المهمة. وكما أخبرتكم فيها قسمين: القسم المتعلق بالأوراق التي ترجمتها مع المنحة التركية وهذه خذها واحتفظ بها بلا استثناء، والقسم الثاني يتعلق بأوراقك الخاصة وهذه أيضا خذها واحتفظ بها بشكل جيد. هكذا في أي موقف في تركيا أي ورقة تحتاجها تكون موجودة لديك. دعوني أترك هذه ثم نعود. الآن سوف نتكلم عن حقائب السفر، وطبعا أنا لا يمكنني أن أعرف التفاصيل الدقيقة للوزن المتاح لك، سواء كان ذلك الوزن الذي تحمله معك في الطائرة أو الوزن الذي تقوم بتسليمه في الحقائب. كل هذه التفاصيل تجدها في التذكرة التي ترسلها لك المنحة التركية للذهاب. على كل، مثلا أنا سنة 2018 لما سافرت كان سفري مع الخطوط الجوية التركية، ففي ذلك الوقت كان لدي الحق في الحقيبة الكبيرة التي ترونها الآن، والحقيبة الصغيرة أيضا أو ما نسميه بالباجاجما، يعني ما تأخذه معك في يدك في الطائرة. أنتم قسموا أموركم حسب ما يتاح لكم في التذكرة التي سوف تسافرون بها. والأمر الجميل في السفر مع المنحة هو الوزن الذي كان متاحا لي، يعني كان هناك وزن كبير وكنت مرتاحة جدا في أخذ أشيائي. طيب، هنا نتكلم عن ما في داخل الحقائب. أول شيء، اعرفوا معلومات عامة عن المدينة التي ستذهبون إليها ووقت ذهابكم. مثلا أنا ذهبت إلى أنقرة في الشتاء، مش في الشتاء، ذهبت في شهر أكتوبر يعني في الخريف، وللمصادفة لنقول أنه في تلك السنة بالذات كان الشتاء باردا وانطلق بشكل مبكر، يعني مش زي السنوات الأخيرة، كان الشتاء مبكر تلك السنة، فكان يجب أن أعرف أني ذاهبة إلى مكان أبرد. وصدقا نظرا لبرد أنقرة حتى الأشياء التي أخذتها من الجزائر لن تكون متناسبة مع ذلك البرد، وتحتم علي الشراء لاحقا، لكن معلش.
على الأقل كنت أعلم أني ذاهبة إلى البرد وأخذت احتياطاتي والتي كما أخبرتكم لم تنفع، لأن شتاء أنقرة في تلك السنة بالذات كان extremely يعني بارد. شوفوا، أنا فيما يتعلق بالملابس والحاجيات الشخصية نصيحتي حسب تجربتي، وهذا مخصص للطلبة الذين لم يذهبوا لتركيا من قبل وليست لديهم تجربة عيش في المدينة التي سيذهبون إليها، إذا كنت في هذه الحالة فخذ معك ملابسك وحاجياتك التي تغطيك أقصى مدة ممكنة من الزمن، مثلا 6 أشهر فما فوق. لماذا؟ لأنك في المرحلة الأولى في تركيا وخلال الشهر الأول والثاني والثالث سوف تكون منشغلا بالكثير من الأمور، سوف تنشغل بالاستقرار في الدراسة والإقامة والحياة على كل، فلا تترك نفسك مع كل ذلك الانشغال محتاجا مثلا للكثير من الملابس والكثير من التسوق وكذا، ولأنه أصلا أنت حتى تأخذ وقتا لكي تعرف المدينة ومحلاتها وأنواع الملابس الموجودة هناك والأسعار المناسبة بالنسبة لك وما إلى ذلك، فمن الأفضل أن يمنح الإنسان نفسه وقتا قبل أن يبدأ التسوق الكبير وقبل أن يبدأ في شراء الحاجيات من هناك وما إلى ذلك. وكما أخبرتكم من الجيد أن تنصب في الفترة الأولى على بناء حياة وليس على التسوق والانشغال بنقصان هذا وزيادة هذا وما إلى ذلك. الأولى هو أن تركز على بناء حياتك، الاستقرار، معرفة المدينة، معرفة الطابع الاستهلاكي والتجاري الموجود هناك، ثم بعد ذلك إذا أردت شراء الأشياء يكون الأمر أسهل عليك بكثير. في المقابل إذا كان الطالب مثلا يعيش في ذلك البلد ويعرفه جيدا، مثلا أنا بعد 3 سنوات من العيش في تركيا نجحت مجددا في الدكتوراه وذاهبة إلى تركيا، فلا أحس أني سوف أحتاج الكثير من الأمور، لأنه أنا أصلا لدي حياة هناك، لدي نظام هناك، أعرف كيف أشتري، أعرف كيف أتسوق، ربما أردت تجديد الملابس، فيأتيني الأمر سهل ولا أحتاج لتحضير كبير من البلد الذي أنا ذاهبة منه. لكن في البداية طبعا كان من الجيد أن أحضر نفسي وأذهب بشكل مستعد تماما. هذه الأمور كما أخبرتكم تتعلق بمن يتعرف على المكان لأول مرة تماما، أما طالب يكون مثلا قد زار المدينة من قبل ويعرف تماما المنطقة التي سيعيش فيها ولديه تعود على الحياة في تركيا وما الذي سيفعله كذا، وربما يفكر أنه أوكي أنا أريد تجديد ملابسي وأشيائي، فدعوني أخذ قدرا معينا من الأشياء ثم أذهب إلى تركيا وأشتري، هنا مقبول وعادي. لماذا؟ لأنه أصلا لديه حياة هناك ويعرف كيف تسير الأمور وهو يتخذ قراره عن دراية. لكن لما نذهب لأول مرة وأول تجربة من الجيد كما أخبرتكم أن يذهب الإنسان مستعدا ويمنح نفسه سعة من الوقت. رابع شيء تحتاج إلى تحضيره هو الهاتف، نعم هاتفك، من الجيد أن تمتلك في هاتفك التطبيقات التي سوف تحتاجها لاحقا للعيش في تركيا، تحتاج المترجم يعني تطبيق للترجمة، لأنه إذا وقعت في مأزق ولم تجد من لم يفهمك فسوف تحتاج لاستعماله، وعلى الأقل يكون وسيطا بينكم. وهنا ملاحظة بسيطة، الطلبة يعتقدون أن تركيا هي إسطنبول أو تركيا معادلة لإسطنبول. لماذا؟ لأنه إسطنبول مدينة كبيرة جدا وسياحية وفيها أشخاص من كل يعني من كل بلدان العالم، وبالتالي يمكنك الاستعانة بالناس الموجودين حولك، ستجد من يتكلم معك اللغة الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية أو حتى الروسية، المهم سوف تجد من يتقن لغة تتقاطع مع اللغات التي تتقنها أنت. لكن جزء من الطلبة فقط يذهب إلى إسطنبول، باقي الطلبة الذين يذهبون إلى مدن أخرى ربما لا تنتشر فيها كثيرا اللغات الثانية، لا تنتشر فيها كثيرا الإنجليزية أو العربية أو غيرها، سوف يحتاجون في كل مرة إلى شرح أنفسهم باللغة التركية، فهؤلاء الطلبة تحديدا يحتاجون إلى تركيز أكثر في مسألة الهاتف، يعني يحتاجون، وهذه أمور احتجتها شخصيا في اليوم الأول. أولاً احتجت تطبيق ترجمة لأني من خلاله استطعت فهم المرأة التي تقوم بتسجيلي في الإقامة، لكي أستطيع العيش في الإقامة كان هناك تسجيل والمرأة لن تكون تتقن أي كلمة من الإنجليزية، وبالتالي كنا نستعمل تطبيق الترجمة، هي تكتب لي بالتركية وأنا أرى الترجمة بالعربية أو الإنجليزية. أيضاً من الأمور التي احتجت تواجدها في هاتفي عنواني، عنوان السكن الذي أعود إليه، يعني أنا خرجت، والآن نفرض أي طالب خرج وضاع، الحمد لله ذلك يحدث في اليوم الأول، اليوم الأول هو يوم الضياع، ضاع الطالب
ولم يجد وسيلة للعودة إلى مكانه. أهم شيء في تلك اللحظة ما هو؟ أن يكون لديك عنوانك أو اسم المكان أو الإقامة التي أنت مقيم فيها، إما لكي تستعمل الهاتف وتصل لمكانك، أو على الأقل في حالات توقف الهاتف أو كان الهاتف معطلا. صدقوني هاتي أيضا تحصل، يعني حصلت لي على الأقل. أنا كنت أعتقد كتبت اسم الإقامة في ورقة، فبالتالي أري الناس الورقة وهم يأخذونني إلى هناك. فاحتفظ بعنوان سكنك أيضا في الهاتف، وهكذا إذا حدث أي إشكال يمكنك أن تصل إما عن طريق الهاتف أو بمساعدة الناس. توجد أيضا بعض التطبيقات المهمة في تركيا مثل تطبيق استخراج الأوراق وتطبيق البنك. هذه الأمور يمكنك حلها في بداية ذهابك لتركيا. مهم كما أخبرتكم الهاتف واستعداد الهاتف مهم. نقطة أخرى، أنا نصيحتي في الفترة بعد أن يعلم الشخص بأنه ذاهب إلى تركيا، يعني بعد القبول النهائي، أمضي هذه الفترة في القيام بأمرين. الأمر الأول هو التحضير للذهاب إلى تركيا، وهذا تحضير الأوراق والأشياء وكذا. وأيضا أمضي هذه الفترة في توديع المرحلة التي تعيشها من حياتك، ربما أمضيها في قضاء الوقت مع الأشخاص المهمين بالنسبة لك، عائلتك، أصدقائك، أيا كان، يعني أمضيها في هذين الأمرين الثمينين. وإذا كان لديك وقت إضافي، تعلم بعض الكلمات الأساسية من التركية أو الجمل الأساسية في التركية التي تساعدك في الذهاب لاحقا وإيجاد طريقك والشرح. ومجددا أقول أن هذه الملاحظة مهمة خصوصا للأشخاص الذين لن يعيشوا في إسطنبول وسيعيشون في باقي المدن التركية، فحبذا لو يتعلموا كلمة اثنتين ثلاث. وإذا لم تتعلم لا مشكلة إطلاقا، يعني أنا واحدة من الناس التي ذهبت بصفر كيف نقول، بصفر حمولة تركية، بصفر كلمات، ومع ذلك تعلمت واستفدت. لكن دعوني أخبركم بهذا السر، يعني لما تدخلوا تدرسوا اللغة التركية وتدخلوا مثلي أنا يعني من الصفر، أول تعامل مع هذه اللغة، سوف تجدون أن هناك أشخاصا درسوا بالفعل من قبل. يعني أنا لما دخلت في الصفر ومعي العديد من الزملاء نبتدأ بالحروف، كانوا معنا زملاء يطيرون في الكلام. فطبعا أنتم لا تهتموا ولا بأس، عادي جدا، وفي النهاية سوف تتخرجون وتتعلمون اللغة وتعملون وتعيشون بها، لا تقارنوا أنفسكم، فقط تعلموا بعض الكلمات والجمل التي قد تحتاجونها في الأيام الأولى التي تسبق بداية تعلمكم للغة التركية. وأيضا تكونون قد عودتم سمعكم وأنفسكم على هذه اللغة، لأن البدايات، شوفوا البدايات فيها، بداية الإنسان في بلد جديد ليست بداية واحدة، يعني أنت تقول سوف أبدأ الحياة في بلد جديد وتعتقد أنك سوف تبدأ أمرا واحد، صدقني ليس الأمر هكذا. أنت سوف تبدأ كل شيء، سوف تبدأ بيتا جديدا، دراسة جديدة، لغة جديدة، حياة جديدة، أصدقاء جدد، عادات جديدة، طعام جديد، توقيت نوم جديد، توقيت استيقاظ جديد، تفاصيل كل شيء جديد. فعلى الأقل عود نفسك على اللغة، يا رب تكون يعني تعودت على شيء وبقيت أمامك الكثير من الأشياء الجديدة لتتعود عليها إن شاء الله. أمر أخير، هذا الأمر كنت قد شاركته في فيديوهات مسبقة، وحقيقة عندما أشاركه علي أرفقه بشرح كبير. أول الشرح هو أن هذا الفيديو ليس موجها من المنحة التركية، ومحتواه ليس شروطا من المنحة التركية، هذا مشاركة تجربة، مشاركة خبرة، وخبرة بسيطة في الحياة، يعني هذه خبرة السفر، خبرة ترتيب الحقيبة، خبرة الأوراق المطلوبة وعدم نقصان الأوراق. هذه خبرات أشاركها معكم من نفسي ومن العديد من الزملاء، يمكن القول من العشرات من الأشخاص في المنحة التركية الذين التقيت معهم، وكلنا مرينا بنفس التجربة، يعني كلنا تساءلنا ما الذي سوف نضعه في هذه الحقيبة، وكلنا تساءلنا ما هي الأوراق التي يجب أن نأخذها معنا، وتهنا يعني في ذلك الوقت والسؤال. فأنا اختصرت عليكم هذه النقطة الأخيرة، هي مقترح من عندي، تقدير من عندي، هذه من تجربتي، لكنها ليست شرط وليست أمرا إجباريا وإلزاميا وليست نهاية العالم إذا لم تتوافق معها تماما. من الأمور التي أرى أنها مهمة في السفر عموما، مش مهمة، أساسية في السفر، هي المال. أوكي، فنحن هنا مسافرون مع منحة للدراسة في بلد جديد،
سوف نقول أن المنحة تتكفل بكل شيء، وذلك صحيح. المنحة سوف تأخذكم لمكان المبيت، سوف تستقبلكم، سوف تأخذكم للجامعة وتدفع أقساط الجامعة وكل هذه الأمور. لكن رغم ذلك برأيي لا يجب أن يسافر الإنسان بدون مبلغ مالي، لأنه في الطريق ممكن تمر على مطار، مطارين، ثلاث مطارات، أي طارئ، أي أمر تحتاج للتعامل معه للمال. يعني حتى لو عطشت وكنت تحتاج شراء قنينة ماء، أنت تحتاج للمال. بالتالي خذ معك مبلغا احتياطيا تستعمله إذا احتجت خلال سفرك، وأيضا تستعمله في بداية استقرارك في تركيا. المنحة تضمن لك كل شيء صحيح، لكن لكي تقوم بالحصول على راتبك هناك إجراءات أنت يجب أن تتبعها وتقوم بها، أو تفتح حساب بنكي وما إلى ذلك. هذه العملية تأخذ منك وقتا، خلال ذلك الوقت من الجيد أن يكون لدى الطالب مال يستعمله في حياته، مال تستعمله للمواصلات، مال تستعمله لا أدري أنا للأكل خارج الإقامة، مال تستعمله لشراء، يعني لو احتجت فرشاة أسنان تحتاج للمال لشرائها. وبالتالي أنت تحتاج لمبلغ مالي تأخذه معك لبداية الحياة في تركيا. سوف تحتاج أيضا لشراء شريحة الهاتف. طيب، تقدير هذا المال يعود إليك أنت، يمكنك فعل ذلك، يعني يمكنك تقدير الأمر حسب مستواك المعيشي. طبعا شخص مرتاح ماديا سوف أقول له خذ ما استطعت من المال. شخص ليس مرتاحا كثيرا ماديا سأقول له أن يأخذ بحسب مستواه. لكني شخصيا ما كنت لأترك ابنتي، يعني حاليا أحس روحي كبرت، المهم ما كنت لأترك نفسي أو ابنتي أو ابني أو أي شخص ليسافر بدون مبلغ مالي. فهذه الملاحظة مهمة لكم أيضا. الحقائب ومحتوياتها: المال، جواز السفر، الأوراق، وكذلك هاتفكم. يمكنكم أخذ كل ذلك معكم والانطلاق في مغامرة جديدة. وفقكم الله.